أهلا وسهلا فيكم أحبائي بفيديو جديد. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. وإنتوا بتشوفوا الفيديو لليوم، اليوم رح نعمل وصفة تراثية من لبنان قريبة للمخشي، بس بطريقة كتير كتير أسهل من المخشي، اللي هي وصفة الخيارية بس من دون خيار، باستخدام الكوسة. بتشبه المخشي اللي بنحفر الكوسة وبنحشيه باللحمة بعدين بنقليها وبنحطه على اللبن، بس هاي الطريقة كتير كتير أسهل وبتعطينا نفس النكهة ونفس الطعم. بيقولوا زمان أهل لبنان كانوا يعملوها بالخيار، بس ما بعرف بعدين عدلوا عليها وصاروا يعملوها بالكوسة. فلهيك حبيت أشارككم الوصفة لأنها بصراحة من ألذ الوصفات، وكمان وصفة تعتبر كتير صحية وكتير سهلة، ما بتغلب بالشغل، وحبيت أشارككم فيها إن شاء الله إنها تعجبكم. صححوا لي المعلومات إذا حد بتابعني من لبنان شو سبب تسميتها الخيارية، وخلينا نحكي بسم الله ونبلش بطريقة عملها، وإن شاء الله إنها تعجبكم لأنها كتير كتير زاكية، جد جربوها. بالبداية منجيب الكوسة منغسلها كتير منيح طبعا، وبعديها منقطعها بهذا الشكل، بس القطع لازم ما تكون ناعمة أو رقيقة، لازم نخملها شوي، لأنه مع القلي لو كانت رفيعة بتصير عنا مفرفطة، يعني ما بتزبط معنا. منقلبها بس لحتى تاخد لون خفيف، يعني نعطيها نص قلية تقريبا، لأنه الكوسة بسرعة بتستوي ما بتطول، وبس نقليها مناخدها ومنصفيها على جنب. وبعديها بنجيب طنجرة منحط فيها شوية زيت نباتي، مننزل عليها كمشة من الصنوبر، تقدروا تستخدموا لوز حسب ما هو موجود عندكم، بس الصنوبر كتير كتير أزكى معها، وهي أصولها إنها تنعمل بالصنوبر، فهي كمشة صنوبر فعليا بتعطيها طعم كتير كتير رهيب. وبعديها منقلي الصنوبر بس لحتى ياخد لون خفيف، ومننزل عليها اللحمة المفرومة. أنا هون كان عندي لحمة مفرومة ضايلة من الكبة، بس حطيتها مباشر عليها، لكن انتو بتقدروا تحطوا لحمة مفرومة تقلوها مع شوية بصل، وبتحطوا عليها شوية بهارات مشكلة، شوية ملح، شوية فلفل أسود، وعبين ما تستوي. وبتكملوا معي بنفس الخطوات. فعليا هاي الأكلة كتير خفيفة ولذيذة ومفيدة، خصوصا للصغار، لأنه الصغار كتير بيحبوا زي ما انتو بتعرفوا أكلات اللبن، فهاي الأكلة كتير مناسبة لهم، وبنفس الوقت صحية وبتشجعهم إنهم يأكلوا ويحبوا الكوسة مع اللبن. أنا نزلت لكم من قبل محاشي كوسة باللبن، هاي بتختلف عنها، وإن شاء الله ليوم بنعمل المخشي على أصوله، بنحفره وبنعمله، بس هون أنا كنت مستعجلة وما بدي أعمل وصفة بتغلب أو هيك، لأنه عندي بيبي فبحاول دايما أعمل الوصفات السهلة، وأعطتني نفس طعم المخشي بالضبط. بعديها مننزل عليها الكوسة اللي احنا قليناها وصفيناها من قبل، ومنقلبهم مع بعض كم من تقليبة لحتى بس انه يتقلوا شوية زيادة مع بعض. وبعديها منجيب طنجرة على جنب وبنستخدم فيها كيلو من لبن الزبادي او اليوغرت، بنحطه بطنجرة وعلى البارد، ما بنكون هون مشغلين النار بهاي المرحلة. انا هون زدته نتفة صغيرة من المي، وحطيت عليه معلقتين من النشا، معلقتين طعام من النشا، ورح أحط كمان عليه بيضة، ورح أحرك كل هذا التحريك على البارد. طبعا البيضة ما بتعطي أبدا أي زناخة، بس بتعطي طعم وملمس كريمي للبن، فعليا كان خرافي ورهيب. دايما بأكلات اللبن صرت أحط البيضة، ما بستغني عنها، لأنه عن جد بتفرق كتير الملمس تبع وقوام اللبن، عن جد بيطلع انه خرافي. اذا لكل كيلو لبن حطيت انا بيضة ومعلقتين من النشا، وبضلني احرك فيهم قد ما بقدر. اهم خطوة باللبن عشان ما يفرط معنا، وسر من اسرار اللبن انه ما يفرط معنا، النشا والبيضة والتحريك المستمر. بضلني احرك فيهم كتير منيح على البارد، بعديها بشغل الغاز وبستمر بالتحريك لحتى عندي يغلي اللبن. مجرد ما غلي اللبن وأنا بضلني أحرك فيه، يعني ما بشيل إيده عنه تقريبا، لحتى يغلي، وهيك بيطلع عنا اللبن قوامه بيجنن وما بيفرط 100% إن شاء الله. بعديها بس يغلي اللبن بجيبه بحطه فوق اللحمة والكوسة اللي إحنا عملناها،
وبخليه لمدة تقريبا ربع ساعة، بضيف عليه الملح حسب الرغبة، وبعديها بجيب شوية من السمنة، بتقدروا تستخدموا زيت زيتون بس أنا كتير بحب السمنة مع اللبن، بقلي شوية ثوم وبحطه عليها، وحضرت جنبه رز أبيض لحد ما استوى عندي الكوسة واللحمة مع بعض، بيكون استوى الرز. أخذ معي تقريبا 15 دقيقة لحتى بس هيك تسبكوا مع بعض وشربوا من نكهات بعض وامتزجوا، وكان عندي ألذ طبق خيارية جاهز بأسهل وألذ طريقة. فعليا جربوها، وإذا بتعرفوها اكتبوا لي بالكومنتات، وإذا أول مرة بتشوفوها كمان اكتبوا لي بالكومنتات واكتبوا لي شو رأيكم بوصفتنا لليوم. وهون حبيت أعمل حلقة كتير خفيف وكتير مميز وسهل بنفس الوقت، وكل العالم بيحبوه، اللي هو الجيلي أو جيلو يعني حسب أنتوا شو بتحكوا عنه. بصراحة كتير مفيد لأنه فيه جيلاتين، ففي مرة حكت لي وحدة أنه كتير منيح وبديل للكولاجين الحبوب، بس أنا ما بعرف صراحة، اكتبوا لي أنتوا إذا بتعرفوا معلومات عنه. هلأ بما أنه رمضان بحس الوصفات هاي جيلي كريم كراميل يعني بتكون مطلوبة، فأنا حبيت هيك أعمل كتير حلو وخفيف ولطيف وسهل، وحبيت أشارككم بالطريقة لحتى تشوفوا الغدا تبعنا والحلى بنفس الوقت. وهيك بيكون الفيديو تبعي لليوم قرب يخلص، بتمنى إنه عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوا إنكم تدعموني بلايك واشتراك لحتى أقدم لكم أكتر وأكتر، وإن شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. يا أحلى متابعين، خلونا ما ننسى الدعاء لكل المسلمين في كل العالم، إن شاء الله الله يحميهم وينصرهم ويحقق كل أمنياتكم، وبشوفكم إن شاء الله بفيديو تاني، وخلينا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع السلامة يا أحلى متابعين، باي باي.